دريس بلا مساعد مدرب فريق الوداد الصرغيني، انتصار اليوم يعني بست نقاط مضمونه اللي بغينا نقولوا يعني امام فريق الاتفاق المراكشي، فريق متصدر. يعني قبل ما نخوضوا بعض النقاط، يعني القراءه ديالك لهذه المباراه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا الاخوان على الاستضافه. مراكش الرياضيه راه هي متقدمه في كل شيء وكانت سباقه لنقل الاحداث ديال الهوات. كنشكروها من هذا المنبر. بالنسبه للرجوع للمقابله، راكم كما شفتوا دائما المقابلات اللي كيجراو بين وداد الصرغيني مع الاتفاق المراكشي، كتعرف النديه وكتعرف واحد الاندفاع بدني الى غير ذلك. حنا كان عندنا الحظ نقولها بصراحه اللي خالفنا وكان ما معناش هذه المقابلات باربعه اللي دازوا. اليوم كان عندنا الحظ، سجلنا هدف، تطرد اليوم لاعب من وسط الدفاع، سهل بعد شويه علينا الماموريه. هادشي ما كيعكسش بان فريق الاتفاق بانه فريق اللي ركل الدفاع، بالعكس قام بمحاولات جديه ولاعبين اللي عنده راه لاعبين في المستوى اللي كيستاهلوا بانهم يلعبوا في اعلى مراتب، كما هو الحال بالنسبه للاخوان ديالنا اللاعبين عندنا اللي في قلعه الصراغنه. راكم شفتوا اللاعبين اللي كيمشيو من الوداد قلعه الصراغنه، راه كيمشيو تبارك الله الفروق اللي هي فروق اللي هي ممتازه، فروق ديال ليليت، يعني اما النخبه الاولى اما النخبه الثانيه. ونتمنى على الله بان تبقى الاستمراريه، ان شاء الله تبقى الاستمراريه وفي حصد النتائج. حنا كل بعد على مساله ديال الطلوع ولا باننا نطلعوا ولا كدار، ما عندناش هذا الهاجس. كنلعبوا ماتش بار ماتش، كنجيريو لي ماتش ديالنا. جاب الله ثلاثه النقاط راه حنا كنفرحوا، ما جابش تنزيدوا نخدموا في الاسبوع اللي جاي وكنستمر الخدمه ديالنا ان شاء الله. سي دريس، شفنا يعني بعض الامور اللي حدثات في الملعب وكثرت بصراحه، يعني كنعرفوا صراحتك وكنعرفوا يعني القراءات ديالك للمباريات، كثرت سقوط لاعبي الوداد الصرغيني. واش هذا الشيء كان من يعني مهيئ لاقبال؟ واش كان لان مباشره بعد تسجيل الهدف، مباشره بعد طرد اللاعب، يعني شفنا كثرت سقوط ديال اللاعبين، بزاف تاع الامور يعني باحتكاك او بلا احتكاك. واش هذا الشيء كان من عندكم ولا جاء كاعتباطي بحكم يعني عقليه اللاعب الهاوي؟ وانت جاوبتي على السؤال. عقليه ديال اللاعب الهاوي ملي كيكون مسجل ولا سباق للتسجيل، الا راه كيركل الدفاع وكيحاول بانه يحافظ على هذيك النتيجه. هادشي ما كيعنيش باننا ما مشيناش للقدام. كنا نسجلوا اصابه ديال الرضا ولا جوج ديال الاصابات ديال مروان، بزاف ديال المسائل. راه ما نكذبش عليك، الاتفاق المراكشي راه كنقولها وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي، فريق ممتاز، فريق ممتاز، ممتاز بزاف والله العظيم، الا فريق ممتاز منظم، خلق لينا بزاف ديال المتاعب. بالنسبه للمساله ديال السقوط وتضييع الوقت، راه داخل في اللعبه. راكم عارفين بحكم السيد المدرب انه راه ما كانش معنا السي احمد الزهير، كان خارج اسوار الملعب. راه بطبيعه الحال ولا رد فعل عادي اللاعبين بانهم غادي يحاولوا يضيعوا الوقت، لان اللي غادي يرشدهم وغادي يزيدهم لقدام راه كان مطرود. حنا من هذا المنبر انا كنقولها لك، راه الفريق ديال الاتفاق المراكشي راه دائما لعبنا معاهم خمسه ديال المقابلات اللي هي رسميه، ماشي الوديين ولا خمسه ديال المقابلات رسميه. داكشي اللي ربحونا ربحناهم، والباقي راه كيخرج تعادل. ربحناهم في مقابله، ربحونا في مقابله، ثلاثه ديال المقابلات خرجوا تعادل. اليوم على ما اعتقد عندكم الامتياز. اليوم كان ترشحات الكفه ديال الوداد قلعه الصراغنه، وكي قلت لكم راه ما عندناش الهاجس ديال الصعود. هاني كنقولها وكنكررها، حنا بالعكس نفرحوا الا كان واحد الممثل ديال الجهه كامله بانه يمثل في القسم الثاني الاحترافي، راه حنا نفرحوا ليه. حنا الاولي، سواء حنا، سواء اليوسفيه، سواء الاتفاق المراكشي، نتمنوا بانه راكم عارفوا رسالات المقابله، روح رياضيه عاليه، لا من السي مصطفى قندار، لا من العادل الرخامي، لا من هشام الطاقوني، كاع اخوان ديالنا كنتبادلوا التحايا وكنتبادلوا المكالمات بيناتنا. فريق ممتاز، يعني كنقولها وكنعاودها، فريق ممتاز. شكرا سيدي، شكرا شكرا.